Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on va aller aux Champs-Élysées pour shopping. صباح الخير, صباح الخير للجميع, كيف حالكم؟ اليوم سوف نذهب إلى شارع الشانزليزيه للتسوق, وهذه الصورة تعبر عن شارع الشانزليزيه. مثل ما وعدتكم سابقا, بعد أن أخذنا فعل إيمي في الفيديو السابق بهذه المحادثة, ولكنني قبل ذلك أود أن أحيي جميع المشتركين الجدد معنا في القناة, وأدعو من يتابع أو تتابعنا ولم تشترك أو يشترك بعد أن تخطو إلى الأمام خطوة وتنضم إلينا وتفعل أو يفعل الجرس واللايك والتعليق إن أمكن. إذا موضوعنا هو اليوم هو إن كونفرساسيون entre نيكول و إلين. إن كونفرساسيون معناها محادثة, entre هو حرف جر معناه بين, نيكول و إلين. إذا إحداهن تقول Je vais au bureau à pied. Et toi, comment est-ce que tu vas à Paris? إذا Je vais au bureau à pied, أنا أذهب إلى المكتب بقدمي. Et toi, وأنت, comment est-ce que tu vas à Paris? كيف تذهب أنت إلى باريس؟ إذا هنا عندنا toi وهو ضمير من أفعال tonic تحدثنا عنها وهي لتأكيد الشخصية toi أنت بالذات. Comment est-ce que tu vas à Paris؟ هنا عندنا صيغة سؤال يعني قوية نوعا ما, مستخدمة في الكتابة, مستخدمة في الكلام والتحدث مع الآخرين, وأيضا يعني يمكن استخدامها في الامتحان في الأجوبة على الأسئلة. وهنا سوف تتكرر, هذا السؤال سوف يتكرر عندنا ثلاث مرات لكي نتعرف عليه ونتعلمه. إذا كومان هي صيغة سؤال معنى كيف, اسك إذا موضوعنا لهذا اليوم هو اسك. إذا اسك تي ثم الضمير ثم الفعل اسك تي فا أ باري. لو سألنا هنا فقط est-ce que tu vas à Paris, هل ستذهب إلى باريس, ولكن هنا سألنا comment, كيف تذهب إلى باريس, comment est-ce que tu vas à Paris. الجواب je vais à Paris en métro. إذا أنا أذهب إلى باريس بواسطة أو بالمترو, وقلنا سابقا في الفيديو السابق استخدمنا حرف الجر en لأن مترو واسطة نقل ندخل فيها نجلس فيها وهكذا مع الطائرة مع البوس مع السيارة. إذا نستخدم en. Je vais à Paris en métro. Mon mari va, يذهب هو, au travail en voiture, بالسيارة. إذا من هو mon mari؟ mari هو زوج, mon هو يعني ضمير تملك أو بالفرنسية يسمونه صفة تملك. mon هي للاسم المذكر وهي تعود لي أنا, mon mari. لو كان هنا الاسم مؤنثا لكنت أقول ما مثلا ما فام زوجتي ما فام, ولكن هذا الاسم زوج ومذكر إذا أقول mon mari va au travail en voiture. إذا هو يذهب بالسيارة إلى العمل. Et les enfants vont en bus, والأطفال يذهبون بالبوس en bus. Les enfants vont. إذا vont هو التصريف الأخير لفعل aller في حالة الجمع. Les enfants vont en bus. لاحظوا هذا السؤال وهو سؤال قوي. Est-ce que tu aimes faire du shopping؟ إن كنت أنت تحب التسوق. Est-ce que tu aimes؟ إن كنت تحب faire. عندنا فعل ثاني بحالة المصدر موجود بعد الفعل الأول. إذا الفعل الثاني لا يصرف. يبقى مثل ما هو بحالة الانفينيتيف. أما الفعل الأول إيمي فهو يصرف حسب الضمير. إذا تي أم إسك تي أم فير دي شوبينج, إن كنت تحب عمل التسوق. الجواب موا. إذا موا مرة أخرى أنا للتأكيد على الشخصية مثل قلنا هنا إتوا وإحدى ضمائر تونيك. موا جادور لي شوبينج. جادور هو فعل بمعنى يعني أكثر من إيمي. عندما يحب الإنسان شيئا يعني أكثر من المعتاد, مثلا هو يعشق الرياضة
هو يعشق كرة القدم، يعني لا يستطيع أن يتركها. فنستخدم فعل جادور، إذا جادور موا، جادور لو شوبينغ، أنا أعشق التسوق. جادور ألي أو شانزيليزي بوتيك، إذا أنا أعشق الذهاب. ألي، لاحظوا عندنا فعل ثاني أيضا غير مصرف بحالة الإنفينيتيف، صرفنا جادور حسب ضمير شخصي أنا جو. إذا جادور ألي أو شانزيليزي، هذا هو شانزيليزي بوتيك. أو أصلها أ لي بوتيك، إذا بوتيك بحال جمع، إذا أ لي لا تكتب باللغة الفرنسية، نكتب بدلها أو، مثل ما قلنا هنا أ لو بيغو لا تكتب، نكتب بدلها أو للمفرد، ولكن هنا عندنا جمع بوتيك مع الإس، أ لي بوتيك لا نكتبها، سوف نكتب أو بوتيك. مرة أخرى عندنا سؤال بصيغة الإسك، إسك تي أم لا في أ لا كومباني، إن كنت تحب الحياة، لا في الحياة، أين؟ أ لا كومباني، في الريف، أ لا. لاحظوا هنا أعود مرة أخرى إلى أو، وقلت هي أصلها ألي، ولكننا لا نكتب ألي، نكتب أو. وهنا أصل أو أصلها ألو بيغو، لا نكتب ألو، نكتب أو. هنا للمؤنث نكتبها ألا، لاحظوا ألا كومباني. إذا سؤال إسك تي أم لا في ألا كومباني، إن كنت تحب الحياة في الريف. لاحظوا كومباني الآن أنا ألفظها مثل الأو، ألا كومباني في الريف. الجواب وي، نعم. Je n'aime pas le bruit. الجواب كان Je n'aime pas le bruit. إذن صيغة الإجابة هنا بجملة منفية بنو با، بنو با، ولكن هنا عندنا حرفين علة فأخذنا الأبوستروف. إذن Je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas مهمة، جملة مهمة جدا لكي نستخدمها في التحدث مع الآخرين عندما لا نحب شيئا. ماذا نقول؟ سنقول je n'aime pas، ثم تأتي بعدها يعني بقية الجملة. هنا مثلا je n'aime pas le bruit، je n'aime pas le déjeuner، أنا لا أحب طعام الغداء. هنا أيضا عندنا جملة أخرى je n'aime pas les stress، أنا لا أحب التوترات، الانزعاج. لي ستريس، ستريس هو التوتر. اذا وي جو نيم با لو بروي، انا لا احب الضوضاء. جو نيم با لي ستريس، لا احب التوترات. اي شي نو سي تري كالم، شي نو سي تري كالم، وعندنا في الريف كل شيء هادئ ومريح. اي شي نو سي تري كالم، اذا سي تري كالم، كل شيء هادئ مريح يعني. إذا أتمنى لكم يوما سعيدا، وأن يكون هذا الفيديو مفيدا، والرجاء منكم أن تكتبوا بعض التعليقات إن يعني هذا الفيديو جميل، هذا أنت تسرع في الكلام، أنت تبطئ في الكلام، أي شيء كان في التعليق. شكرا لكم وإلى اللقاء.